نظارات، بنشوف ناس كتير لابسه نظارات ما بناخدش بالنا منهم، لكن في ناس تانية مش بس بناخد بالنا منهم، احنا بنحفظهم، احنا بنحفظهم. لغاية لما بقى في حاجة عندنا اسمها عدسات لاسلك أو لينس. في بداية صناعة عدسات اللاسلك كان الغرض منها علاج عيوب الإبصار بطريقة ما تكونش فيها نظارات، يعني موضوع النظارات خصوصا عند البنات كانت يعني حاجة مش محببة، فموضوع اللينس لقى قبول كبير جدا خصوصا عند البنات، لدرجة إن البنات اللي ما عندهمش عيوب إبصار بدأوا يحسدوا البنات اللي عندها عيوب إبصار لأن كانوا بيغيروا لونها، وبدأ الموضوع يخرج من نطاق علاج عيب من عيوب الإبصار لنطاق أكبر شوية وهو النظر. هتلاقي بنات عمالة تغير لون عينيها لغرض تغيير لون عين مش لغرض علاج. عايزين نشوف إيه قصة العدسات اللاصقة ونستخدمها في الدرس الاولاني اتكلمنا فيه عن المرايا، وعلشان نتكلم عن المرايا كان لازم نتعرض لظاهره مهمه جدا الا وهي ظاهره الانعكاس، انعكاس الضوء. الدرس الثاني هنتكلم فيه عن العدسات، وبرضه علشان نتكلم عن العدسات لازم نتكلم عن ظاهره مهمه جدا بتحصل للضوء الا وهي ظاهره الانكسار، انكسار الضوء. بدايه انكسار الضوء تعريفه هو تغير مسار الشعاع الضوئي عندما يبتعد السطح الفاصل بين وسطين شفافين، يعني عندما ينتقل الشعاع الضوئي من وسط شفاف ميه مثلا الى وسط شفاف اخر هواء فبيحصل له ظاهره اسمها ظاهره الانكسار، بينكسر. طب ليه الشعاع الضوئي عندما يبتعد السطح الفاصل بين وسطين شفافين بيحصل له الظاهره دي؟ الضوء ليه سرعة في الأوساط المادية المختلفة الشفافة، يعني سرعته في الهواء والفراغ تختلف عن سرعته في الماء، تختلف عن سرعته في الزجاج وهكذا. فعندما ينتقل شعاع الضوء من وسط شفاف زي المية مثلا إلى وسط شفاف آخر زي الهواء تتغير سرعته، بتزيد أو بتقل، تمام؟ فإحنا عندنا لو رسمنا السطح الفاصل بين الوسطين الشفافين وعملنا العمود على هذا السطح فبنلاحظ إن الشعاع الضوئي عندما ينتقل من وسط شفاف من المية مثلا ده وسط شفاف كثافته الضوئية أكبر من وسط الشفاف اللي فوقيه اللي هو الهواء، فبالتالي عندما ينتقل الشعاع الضوئي من الماء تمام إلى الهواء من وسط ضوئي أكبر كثافة إلى وسط ضوئي أقل كثافة فسرعته هتحصل لها إيه؟ هتزيد سرعة تزيد، فالزاوية بتزيد، الزاوية العمرانية اللي تحت اللي في المية بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود بنسميها زاوية السقوط، والزاوية رقم اثنين اللي هي المحصورة بين الشعاع الضوئي المنكسر والعمود بنسميها زاوية الانكسار. والله إذا زادت سرعة الضوء الزاوية تزيد، عشان كده بتلاقي زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط، يعني زاوية رقم اثنين أكبر من زاوية رقم واحد.
ده معناه ان السرعه في الوسط رقم 2 اكبر من السرعه في الوسط رقم 1، يعني سرعته في الهواء اكبر من سرعته في الماء. يعني اذا زادت سرعه الضوء يبعد عن العمود، يعني زادت قلت سرعه الضوء تقل يعني يقترب من العمود. كده فهمنا نظريه الانكسار. فالعدسه تعرفها هي وسط شفاف كاسر للضوء، وسط شفاف كاسر للضوء. العدسات عندي نوعين، عدسه محدبه وعدسه مقعره. العدسه المحدبه هي عدسه بتكون سميكه في المنتصف واقل سمكا عند الاطراف زي ما احنا شايفين. اما العدسه المقعره هي عدسه بتكون سميكه عند الاطراف واقل سمكا في المنتصف. قبل ما نتكلم عن اللي بيحصل في العدسات وازاي بتحصل ظاهره الانكسار في العدسات، في قاعده عندي مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. العدسه بنعتبر ان العدسه سواء كانت مقعره او محدبه عباره عن منشورين. ففي العدسه المحدبه المنشورين متقابلين عند القاعده، يعني كان منشورين خلاص، منشور الاولاني والمنشور الثاني متقابلين عند ايه؟ عند القاعده. اما العدسه المقعره فعباره عن منشورين مثلثين، يعني منشورين متقابلين عند الراس. في قاعده عندي في المنشورات ان شعاع الضوء عندما يمر خلال المنشور دائما ينكسر مقتربا من القاعده. دي قاعده عندي فيزيائيه، اذا مر شعاع ضوء تمام خلال المنشور فانه ينكسر مقتربا من القاعده. لذلك هنلاحظ ان العدسه المحدبه المنمور فيها، لو احنا افترضنا من دول منشورين، العدسه المحدبه عباره عن منشورين متقابلين عند القاعده. فبصوا معايا كده، الشعاع اللي بيمر في المنشور اللي فوق والشعاع اللي بيمر في المنشور اللي تحت. الشعاع اللي بيمر في المنشور اللي فوق هينكسر مقتربا من القاعده، واللي تحت هينكسر مقتربا من القاعده. لذلك بتعمل العدسه المحدبه على تجميع الاشعه في المره خلال. لذلك بنعرفها او بتعرف العدسه المحدبه على انها عدسه لامه. لما قال لك علم العدسه المحدبه عدسه لامه، او تعرف باسم العدسه اللامه. ليه؟ لانها تعمل على تجميع الاشعه المره خلالها في نقطه تعرف بمقراتها. اما لو بصينا للعدسه المقعره نفس القاعده الفيزيائيه، عندما يمر شعاع الضوء في المنشور فانه ينكسر مقتربا من القاعده، فبالتالي القاعده فين؟ فوق، فبالتالي ينكسر مقتربا من القاعده، والمنشور اللي تحت هينكسر شعاع الضوء مقتربا من القاعده. زي ما احنا شايفين ان العدسه المقعره بتعمل على تشتيت الاشعه، عشان كده بيسموها عدسه مفرقه. طب ليه؟ لان عندي زي ما احنا شايفين العدسه المقعره بتعمل على تشتيت الاشعه مره خالي. تمام؟ لان كل عدسه سواء كانت محدبه او مقعره ليها وجهين، وكل وجه يعتبر جزء من الكره. يبقى عندي كام كره؟ كرتين. لذلك لها مركزي تقوم. بينما المرآة الكرية سواء كانت محدبه او مقعره لها وجه واحد يعتبر جزء من الكره، لذلك لها مركز تقوم واحد.
هي نقطة تجمع الأشعة الساقطة على العدسة بعد نفاذها. خد بالك إن البؤرة عندي بتكون حقيقية في العدسة المحددة على العكس هناك من المراية. خد بالك إن المرآة المحددة نفس صفات الكون فيها بيقابلها العدسة المقعرة، والمرآة المقعرة بيقابلها العدسة المحددة. في العدسات هو نفسه اللي في المرأة مع تغييرين صغيرين. هناك بنستبدل كلمة انعكاس بكلمة انكسار، تمام؟ الحاجة التانية ان العدسة المحددة بتساوي المرآة المقعرة، والعدسة المقعرة بتساوي المرآة المحددة. يعني عدسة محددة مرآة مقعرة، عدسة مقعرة مرآة محددة. يعني نفس الصفات اللي قلناها في المرآة المحددة هي نفس التفاصيل هنقولها في العدسة المقعرة، ونفس التفاصيل اللي قلناها في المرآة المقعرة هنقولها بنفس التفاصيل في العدسة المحددة مع تغيير كلمة ينعكس تبقى تنكسر بس، ونفس الست حالات بنفس التفاصيل. زي ما قلنا في المرآة الكرية، علشان اقدر احدد صفات الصورة المتكونة في المرآة الكرية لازم من كل نقطة في الجسم يخرج منها شعاعين. الشعاعين دول بعد ما يسقطوا على المرآة لازم يتقابلوا، يعني بعد ما ينعكسوا لازم يتقابلوا، سواء حقيقيا امام السطح العكس للمرآة او تفضيليا خلف السطح العكس للمرآة. اما اذا اتعكست الاشعة دي متوازية فانها لا تتقابل ولا يتكون صورة للجسم في هذه الحالة، زي ما شفنا لما كان الجسم موضوع عند بؤرة المرآة. نفس الموضوع بالنسبة للعدسات، علشان اقدر احدد صفات الصورة المتكونة في العدسة سواء كانت محددة او مقعرة لازم من كل نقطة من الجسم يخرج منها شعاعين. خلاص الشعاعين دول ينكسروا في العدسة ويتقابلوا سواء امام العدسة او خلف العدسة، تمام؟ يعني لو العدسة بيتقابلوا حقيقيا، اما لو خلف العدسة يبقى تفضيلي. المهم ان الاشعة دي لازم تتقابل، يعني لازم تنكسر وبعد كده تتقابل. فعندي ثلاث مسارات للأشعة زي ما قلنا في المراية، نفس الثلاث مسارات لكن هنستبدل هنا كلمة تنعكس في المراية بكلمة ينكسر، يعني نفس الصفات بالظبط. فعندي في العدسات الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي للعدسة ينكسر مرة بالبؤرة. هنا كنا بنقول إيه؟ الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ينعكس مرة بالبؤرة. هو نفس الكلام لكن بدل كلمة ينعكس هتبقى تنكسر. يبقى الحالة الأولى الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ينكسر مرة بالبؤرة. العكس الحالة الثانية، الشعاع الساقط مرة بالبؤرة ينكسر موازي. الحالة الثالثة، الشعاع المار بالمركز البصري للعدسة ينفذ دون أن يعاني أي انكسار. الحالة الأولى عندي الجسم بعيد جدا عن العدسة زي الشمس مثلا. الحالة دي الصورة اللي بتتكون من الجسم بتكون صورة حقيقية مصغرة عند البؤرة. الحالة الثانية الجسم موضوع على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، يعني بعد مين؟ في الحالة دي زي ما احنا شايفين رأس السهم اللي هو أول جسم، على فكرة كل نقطة في السهم بيطلع منها شعاعين، احنا بناخد بس أول جسم وآخر جسم، تمام؟ فعندي رأس السهم بيخرج منها شعاعين، احنا بنختار شعاعين من التلات أشعة اللي احنا قلناها، يا إما شعاع موازي وشعاع مرن بالبؤرة أو شعاع مرن بالمركز البصري للعدسة. فبنختار شعاعين وليكن شعاع الأول من رأس السهم شعاع موازي فينكسر مرة بالبؤرة، والشعاع الثاني مرة بالبؤرة فينكسر موازي. في النقطة اللي بيتقابل فيها شعاعين
المنكسرين هي دي راس السهم. فابتدي احط ارسم الجسم او صوره الجسم وادي راس السهم اهي. يبقى الصوره اللي اتكونت بصوره ايه؟ صوره حقيقيه مقلوبه مصغره. مكانها فين؟ بين ب ومين. خد بالك ان الصفات اللي احنا بنقولها في العدسه المحدبه هي بنفس التفاصيل قلناها في المرآة المقعرة. يعني نفس حالات الجسم اللي كان موجود في المرآة المقعرة موجود في العدسة المحددة، مع اختلاف كلمة ينعكس ينكسر بس. تمام؟ يعني هتلاقوا ان الجسم البعيد جدا عن المرآة المقعرة صفاته صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. في العدسة صورة حقيقية مقلوبة مصغرة عن ب. في الحالة الثانية احنا قلنا ايه؟ الجسم على بعد اكبر من ده في البعد البؤري. في المرآة المقعرة صفات الصورة صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. في العدسة المحددة صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. يبقى حضرتك لو قدرت تحفظ الصفات المتكونة للجسم في المرآة المقعرة هي الموجودة في العدسة المحددة. مع اختلاف كلمة ينعكس ينكسر. تمام؟ الجسم موضوع عند المركز، يعني على بعد يساوي ضعف البعد البؤري. في الحالة دي الصورة بتتكون الجسم زي ما احنا شايفين، كل ما الجسم يقرب من العدسة الصورة تبعد، يعني كان الجسم بعيد جدا كانت الصورة فين؟ عند البؤر. بص الجسم قرب شوية الصورة بعدت عن البؤر، بقت بين ب ومين. طب الجسم عند مين؟ الصورة هتبعد وتكبر، هتبقى عند مين؟ تمام؟ يعني كل ما الجسم يقرب من العدسة كل ما الصورة تبعد وتكبر. فعندي الحالة الثالثة الجسم موضوع على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، يعني عند مركز تكور العدسه. في الحاله دي صفات الصوره المتكونه للجسم صوره حقيقيه مقلوبه مساويه للجسم. فين؟ عند مين؟ عند المركز، يعني المسافه بين الصوره والعدسه بتساوي المسافه بين الجسم والعدسه. الجسم في المنطقه بين ب و م، يعني على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ده في البعد البؤري. في الحاله دي برضه برسم شعاعين، شعاع مايتي ينكسر مره من البؤره وشعاع تاني مره من البؤره ينكسر مايتي. هتلاقي ان الصوره بقت على مين وكبرت. في الحاله دي بتكون صوره مكبره. يبقى انت بتكون صوره مكبره للجسم عندما يكون على بعد اقل من ده في البعد البؤري. في الحاله دي بتكون صوره مكبره للجسم، يعني في المنطقه ما بين م ومركز البصر للعدسه اذا اتحط الجسم على اي مسافه في المنطقه دي بتكون له صوره ايه؟ مكبره. زي ما احنا شايفين صفات الصوره المتكونه صوره حقيقيه مقلوبه مكبره. حقيقيه مقلوبه ايه؟ مكبره. عندي الجسم موضوع عند بؤرة العدسة. زي ما قلنا برضو في المرآة ما تتكونش صورة للجسم الموضوع عند بؤرة المرآة، كذلك في العدسة لا تتكون صورة للجسم الموضوع عند بؤرة العدسة. طب ليه؟ لأن الأشعة تنكسر متوازية. برسم شعاعين، طبعا هنا ما فيش قدامي غير إن أنا برسم شعاعين بس، شعاع موازي وشعاع مر بالمركز البصري للعدسة. تمام؟ الشعاع الأولاني ينكسر مرة بالبؤرة والشعاع الثاني المر بالمركز البصري العدسه ينفذ على استقامته. وزي ما احنا شايفين الشعاعين متوازيين، لا يتقابلوا امام العدسه ولا خلف العدسه التقديريه. يبقى ما تقابلوش، وبالتالي لا تتكون صوره للجسم. لو قال لي علم لا تتكون صوره للجسم موضوع عند بؤره العدسه، لان الاشعه تنكسر متوازيه وتتقابل في ماله نهائي. السادسة والأخيرة عندي الجسم موضوع على بعد أقل من البعد البؤري للجسم. في الحالة دي برسم شعاعين، الشعاع الأول شعاع موازي للمحور الأصلي ينكسر مرة بالبؤرة، والشعاع الثاني مرة بمركز البصري للعدسة ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. في الحالة دي زي ما احنا شايفين الأشعة بتبعد أمام العدسة، أمام سطح العدسة، فالأشعة بتبعد ولا يمكن أن تتقابل أمام إيه؟ العدسة، ولكن هتتقابل في جهة الجسم، ناحية إيه؟ الجسم. فبمد الشعاعين
بلاقي ان الشعاعين بيتقابلوا ناحيه الجسم بيبقى صوره تقديريه صوره تقديريه، وبالتالي صفات صوره متكامله صوره تقديريه معتدله مكبره. مكانها فين؟ ما اقدرش احدد مكانها، ما اقدرش احدد بعدها عن العكس لانها صوره تقديريه. خد بالك ان احنا قلنا قبل كده في الصوره الحقيقيه والتقديريه في المرايا ان صفات الصوره الحقيقيه بتكون يمكن استقبالها على حقيقه. نفس الموضوع هنا، الصوره الحقيقيه يمكن استقبالها على حقيقه. الصوره الحقيقيه بتتكون نتيجه التقاء الاشعه المنكسره نفسها، يعني بعد ما الاشعه نفذت من العدسه واتقابلت تبقى صوره حقيقيه. ما اتقابلتش زي الحاله السادسه اللي عندي، الاشعه ما اتقابلتش امام سطح العدسه، ولكن امتداد هذه الاشعه هو اللي اتقابل، وبالتالي دي بنقول عليها صوره تقديريه. الصوره التقديريه بتتكون في ناحيه والجسم في ناحيه بالنسبه للعدسه، يعني اذا كان الجسم في ناحيه والصوره في الناحيه الثانيه يبقى صوره حقيقيه. اما اذا كانت الجسم والصوره في ناحيه واحده تقديريه، على عكس المرايا. هناك في المرايا كنا نقول لو الجسم والصوره في ناحيه واحده يبقى حقيقيه، هنا لا، في العدسه لو الجسم في ناحيه والصوره في الناحيه الثانيه تبقى حقيقيه. طب ليه؟ لان انت لما بتبص على الصوره بتحط الجسم في ناحيه وانت بتبص من الناحيه الثانيه، ولا بتبص يعني بتحط الجسم وتبص من نفس الناحيه؟ طبعا لا، في العدسه لا، بتحط الجسم وبتحط وانت بتبص من الناحيه الثانيه، يبقى الصوره الجسم في ناحيه والصوره لو اتكونت في الناحيه الثانيه يبقى صوره حقيقيه. يبقى الصوره الحقيقيه في العدسات نقدر نقول ان هي اذا اتكونت جهه الشخص اللي بينظر على الصوره بتبقى صوره حقيقيه، اما اذا اتكونت في الجهه الاخرى يعني في جهه الجسم بتكون صوره تقديريه. في سببين لحدوث قصر النظر. السبب الاولاني زياده تحدب، يعني عدسه العين بتكون سميكه في المنتصف اكثر سمكا، وده بيؤدي الى ايه؟ الى كل ما زاد سمك العدسه، يعني كل ما زاد تحدبها، كل ما كانت بؤره العدسه او نصف قطر العدسه دي بيصغر، وبالتالي بتبعد البؤره عن الشبكيه. عشان يتكون صوره صحيحه واقدر اشوفها بوضوح لازم الصوره دي تتكون عند الشبكيه، يعني الاشعه اللي بتنفذ من عدسه العين تتقابل عند الشبكيه. خلاص؟ في الحاله دي بشوف الصوره بوضوح، بشوف الصوره بايه؟ بوضوح. فعندي في مرض قصر النظر او عيب قصر النظر بتبقى سمك العدسه كبير. عدسه العين بتكون سمكها كبير، وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ان طول نصف قطر عدسه العين بيصغر، وبالتالي البؤره هي كمان بتصغر، يبقى البؤره برضه بتصغر. وبالتالي البؤره بتبعد عن الشبكيه، بؤره العين بتبعد عن الشبكيه، فبتتكون الاشعه امام الشبكيه. يعني نقدر نقول ان قصر النظر سببه رؤيه الاجسام البعيده اقل وضوحا. ليه؟ لان الصوره بتتكون امام الشبكيه، الصوره بتتكون امام الشبكيه. خد بالك لما باجي ابص على الصوره المتكونه عند الشبكيه، انا الدور اللي بيعدي من العدسه بيعدي كانه مخروط، كانه قرطاس. اخر القرطاس دوت دوري ان انا اخلي اخر قرطاس يتكون عند الشبكيه. كل ما بعد عن الشبكيه كل ما الصوره قلت وضوحا، بقت اقل وضوحا. وكل ما زاد القطر بتاع الصوره دي كل ما قل الوضوح، يبقى انا كل دوري ان انا اقلل قطر الدايره او قطر الصوره اللي تتكون عند الشبكيه، عن طريق ان انا اخلي بؤره العدسه عند الشبكيه. تمام؟ خد بالك كل ما الدايره قلت كل ما كانت الصوره اوضح، كل ما كانت الدايره دي
قلت كل ما تكون ايه واضحه. يبقى نقدر نقول ان كسر البصر بيحدث بسبب ان الصوره بتتكون امام الشبكيه اللي نقص نصف قطر تكور عدسه العين، او بمعنى اخر لان بؤره العدسه عدسه العين بتكون امام الشبكيه، المفروض تبقى عند الشبكيه. خلاص طالما امام الشبكيه يبقى الصوره تتكون امام الشبكيه. السبب الثاني ممكن تكون عدسه العين سليمه ما فيش اي مشكله، لكن قطر العين هو اللي فيه مشكله، يعني زياده قطر كره العين، يعني العدسه سليمه لكن كره العين اكبر شويه، فبالتالي الشبكيه بعدت عن البؤره. يعني في سببين، يا اما البؤره هي اللي بعدت عن الشبكيه بسبب ان سمك العدسه زياده عن المطلوب، او ان الشبكيه هي اللي بعدت عن البؤره. تمام؟ في الحالتين بيحصل عيب من عيوب الابصار الا وهو كسر النظر. طب ازاي اعالج كسر النظر؟ كسر النظر بنعالجه عن طريق استخدام عدسه مقعره. طب ليه؟ احنا بنستخدم عدسه مقعره في علاج كسر النظر، طب ليه؟ احنا عندنا في كسر النظر العدسه المقعره بتعمل على تفريق الاشعه الساقطه عليها، وبالتالي هذا يسمح بتكون الصوره بدل امام الشبكيه تتكون فين؟ عند الشبكيه، فيخلي الصوره تتكون عند الشبكيه، واحنا قلنا طالما الصوره اتكونت عند الشبكيه بقت صوره واضحه. طول النظر هو رؤيه الاجسام البعيده بوضوح والقريبه اقل وضوحا. بنشوف الاجسام القريبه كانها مزجره، يبقى كده في طول نظر. ازداد طول النظر حاجه من اتنين، يا اما نقص تحد بعدسه العين او نقص قطر كره العين. نقص تحد بعدسه العين يعني العدسه بتبقى رقيقه، وبالتالي لما كل ما قل رقة العدسة كل ما قلت رؤيتها، يعني كل ما قل سمك العدسة كل ما كان نصف قطر تكور العدسة أكبر، وبالتالي ده هيخلي البؤرة بتاعت العدسة بعد الشبكية خلف الشبكية، وبالتالي هتكون صورة فين؟ خلف الشبكية. وفي الحالة دي كل ما الجسم يبعد عشان كده بنشوف الأجسام البعيدة بوضوح في حالة طول النظر. ليه؟ لأن احنا قلنا كل ما الجسم بعد العدسة الصورة تقرب، فبدل ما كانت بعد الشبكية هتقرب، هو فين؟ عند الشبكية. فكل ما الجسم يبعد كل ما الصورة تقرب، وبالتالي تتكون صورة عند الشبكية، وده اللي بيخلينا نشوف الأجسام البعيدة بوضوح في حالة طول النظر. طول النظر بيحصل نتيجة تكون الصورة خلف الشبكية، على عكس كسر النظر تكون الصورة أمام الشبكية، لكن في طول النظر تكون الصورة خلف الشبكية. أسباب حدوث طول النظر، رقم واحد نقص تحد بعدسة العين، يعني تكون العدسة أقل سمكا ورقيقة، أو نقص قطر كرة العين، وبالتالي الصورة تكون وراء الشبكية. يعالج باستخدام عدسه محدبه. طب ليه؟ لان العدسه المحدبه بتعمل على تجميع الاشعه الساقطه عليها، وبالتالي تكوين الصوره عند الشبكيه مش خلف الشبكيه. طيب عيوب الابصار سواء كان طول نظر او كسر نظر، هل في فرصه ان احنا نتجنبها؟ لا، لان دي حاجه وراثيه. يعني سواء كان طول نظر او كسر نظر ما هواش انفكشوس ديسيز، يعني مش مرض معدي يعني ممكن يجيلي مرض، لا دي حاجه وراثيه. طب هل ممكن حمايه نفسي من مرض عيوب الابصار؟ هو طبعا في عندنا الجلوس الكتير امام التي في التلفزيون او الكمبيوتر والحاجات دي، ده بيرهق الشبكيه، بيرهق عدسه العين، لكن عموما عيوب الابصار بيكون مرض وراثي، يعني حاجه وراثيه. في عندنا مرض تالت من عيوب الابصار هو اعتام عدسه العين او الكاتاراكت، بيسموه المياه البيضاء. اسباب حدوث المياه البيضاء ليها اسباب كتير، رقم واحد كبر السن،
رقم 2 تناول بعض انواع من العقاقير، وفي بعض الامراض بتكون سبب رئيسي في حدوث الكاتر زي مرض السكر. في برضو عندنا الاستعداد الوراثي للكاتاراكت، دي على اسباب حدوث الكاتاراكت. ليه؟ لان احنا قلنا الاستعداد الوراثي، يعني في بعض الامراض بيكون ليها تاريخ وراثي. يعني ايه تاريخ وراثي؟ يعني زي مرض السكر، اذا كان الاب والام او الجد والجده مصابين بالسكر فده معناه ان انت ممكن يكون عندك احتماليه حدوث مرض السكر. ومرض السكر ممكن يؤدي بعد كده لحاجه اسمها الكتر، فعشان كده بنقول الاستعداد الوراثي احد اسباب حدوث مرض السكر. يبقى عندنا اسباب الكاتاراكت، رقم 1 كبر السن، الاستعداد الوراثي، وده بيؤدي الى الاصابه ببعض الامراض زي السكر واللي بتكون احد اسباب حدوث الكتر. رقم 3 تناول العقاقير، بعض انواع العقاقير ممكن يؤدي الى حدوث الكتر. غالبا بيكون علاج الكاتاراكت بالتداخل الجراحي عن طريق استئصال عدسه العين، بنشيل عدسه العين وبنركب مكانها عدسه اخرى، عدسه صناعيه. عندنا اللينزز او العدسات اللاصقه، دي احد الابتكارات لعلاج عيوب الابصار سواء كان طول نظر او قصر النظر، وهي عباره عن عدسات بلاستيكيه رقيقه توضع على العين ملاصقه للعين. لكن في صحيح دلوقتي احدث في علاج عيوب الابصار الا هو الليزر. الليزر برضو دي من احد الطرق المستخدمه لعلاج عيوب الابصار، ومن خلال عمليات الليزر نقدر نستغنى عن النظارات او حتى العدسات اللاصقه. عندنا من التطبيقات الموجوده في درسنا ان ارشميدس، ده كان عالم يوناني، استخدم المرآة المقعرة في حرق اشعة سفن الاعداء، لان عندنا من وظائف المرآة المقعرة انها بتعمل على تجميع الاشعة وتركيزها، وبالتالي ده بيؤدي لاحتراق الاشعة.